في فيديو النهاردة هنتكلم عن نجم الكوميديا الفنان سمير غانم، وهنكشف ليكم عدد زوجاته، بينهم فنانة مشهورة جدا وفتاة صومالية، وإيه هي وصيته اللي أبكت الجميع. كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. الفنان سمير غانم اسمه بالكامل سمير يوسف غانم، وهو من مواليد 15 يناير سنة 1937، وعنده دلوقتي 84 سنة. وخلال مشواره الفني الطويل قدر الفنان سمير غانم انه يرسم البسمة على وجوه الملايين من خلال اعماله الفنية المميزة. ومن فترة قريبة كان ظهر الفنان سمير غانم ضيف في برنامج السيرة اللي بتقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني على قناة دي ام سي، واتكلم سمير خلال اللقاء عن حياته الخاصة وعن زوجاته وعددهم. وقال سمير غانم ان زوجته الاولى كانت فتاة صومالية اتعرف عليها في حفلة، لكن جوازه منها مكملش شهرين او 3 شهور تقريبا. وقال عنها سمير انها بنت حلال وست ظريفة جدا وحبوبة، وعيالها دلوقتي اتجوزوا. وحكى سمير غانم انه اتعرف عليها في حفلة وكانت هي مع الجمهور وكانت مجنونة بحاجة اسمها سمير غانم. بعد كده اتكلم الفنان سمير غانم عن زوجته التانية، وقال ان جوازه منها كان بشكل مفاجئ وكان بطريقة كوميدية جدا، وجوازه منها تم لما كان في احدى السهرات وكان في صديقة مشتركة بينهم اتحدتهم انهم يتجوزوا. وكمل الفنان سمير غانم كلامه وقال كنت سهران عند ناس، فجأة روحت لقيت نفسي متجوز، كانت مسألة تحدي، واحدة تحدتها وقالت لها طب لو هو بيحبك يتجوزك، فكبرت في دماغها وكبرت في دماغي، احنا كنا اصحاب بس مش لدرجة جواز. فراحت مكلمة واحد صاحبها جاب المأذون واحنا قاعدين، وكانت الساعة 3:30 الصبح، وفعلا اتجوزنا وفضلنا متجوزين اسبوع، لكن كان في تفاهم طبعا ان الجوازة دي مش ممكن تكمل، فده سهل الامور. هي طبعا ست عظيمة ربنا يديها الصحة، ست تجنن، لكن مادام مش بمزاجي انا ما كملناش. اما الزوجة التالتة والاخيرة فكانت طبعا الفنانة دلال عبد العزيز. وقال الفنان سمير غانم عن جوازه من دلال عبد العزيز ان لولا مجهود دلال في اتمام الجواز ده ما كانش ساعة ليه خالص. وكمل سمير كلامه عن دلال وقال دلال دي اسطورة، واللي منجح جوازنا لحد دلوقتي اني ما كنتش عايز اتجوز اصلا، ودلال هي اللي نجحت الجواز، هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط، كانت بتحبني بس كنا اصحاب مش متجوزين، فضلت كده كتير لحد ما اخويا مات فوقفت جنبي بجد، واكتشفت انها ست لا يمكن الاستغناء عنها، فرحنا متجوزين، فعلى طول جت دنيا وبعدها ايمي. وقال الفنان سمير غانم انه حذر زوجته دلال عبد العزيز قبل جوازه منها، وقال لها انه اكبر منها بعشرين سنة، لكن هي اصرت انها تتجوزه. وقال سمير عنها كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر، وانا حذرتها وقلت لها يا دلال انا اكبر منك بعشرين سنة، قالت لي ما يهمكش، فطلع كلامها مظبوط، واكتشفت مع الوقت ان ربنا بيحبني لاني اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة ان بقيت اسلمها كل المشاكل وهي تحلها. ومن ناحية تانية كان كشف الفنان سمير غانم عن وصيته للإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، وده قبل جوازهم من بناته دنيا وإيمي. وقال سمير غانم أنا ما كنتش حما صعب، كمان هم أولاد مؤدبين جدا. أما عن وصيته لحسن الرداد فقال سمير غانم إنه قال له قبل جوازه من إيمي أنا مش هوصيك على إيمي، فرد عليا وقال لي دي في عينيا، فقلت له دي وصيتي ليك. أما رامي رضوان جوز بنته الكبيرة دنيا فقال سمير غانم انه ملحقش يوصيه، لكن طلب منه انه ياخد باله من دنيا. كمان الفنان سمير غانم قال انه ما ظلمش حد طول حياته، لكن بالعكس هو اللي اتعرض للظلم، وعن اكتر درس تعلمه من حياته هو اتقي شر من احسنت اليه. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش، استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم.